مساكم الله بالخير. اليوم ضيفي هو الموقوف خالد المولد. المقابلة أجريت خارج الاستوديو. المقابلة استمرت أكثر من الوقت المحدد للبرنامج، ولذلك أنا استأذنت الزملاء في محطة MBC بتمديد هذه الحلقة حتى قرابة الساعة 9:30. سنتوقف لفاصل في الجزء الأخير من البرنامج للأخبار ثم نكمل هذا البرنامج. خلونا نشوف بداية الحوار مع خالد المولد. حياك الله يا خالد. احنا اليوم مقابلتنا مع الوقوف. كيف حالك يا خالد؟ الحمد لله. خالد، اول شيء شكرا على انك يعني وافقت على انك تكون ضيفي. نعم. انا ابغى ابدا معاك من البداية. انت وين ولدت؟ في المدينة المنورة او المدينة النبوية. المدينة النبوية. نعم. انت كم عمرك الحين؟ 46 عام. 46. عندك اخوان؟ نعم. كم عدد اخوانك؟ 8. ما شاء الله. نعم. انت اكبرهم؟ اي نعم. انت الكبير؟ نعم. واللي تحتك بسنة ولا بسنتين ولا؟ سنتين. كله سنتين. كله سنتين. نعم كله سنتين. نعم. ايه. انتم من ام واحدة؟ من زوجة أب. من امرأة اخرى. نعم. طيب انت كل عمرك عشتوا في المدينة؟ نعم. لا تقطعت طبعا من جدة والمدينة وهكذا. ابوك موجود؟ لا متوفى. الله يرحمه. وش كان يسوي؟ ايش كان يشتغل؟ كان يشتغل في المسجد النبوي. ايش يسوي؟ في السقيا. في السقيا. نعم. ايه. طول عمره؟ لا قبلها كان شغال في عند المهندس قبلها يعني مشاريع. مشاريع. نعم. كيف كان الوضع الاقتصادي عندك؟ يعني ابوك ماليا كيف كان؟ متوسط الحال؟ فقير؟ وين؟ والله في بداية الامر كان حاله طيب، عندما تغيرت عليه الظروف والذنوب و... ايه. انت درست؟ فقلت عنده المال. المال. يعني وانت صغير كنت تحس انه كان البيت كويس؟ نعم والو... نعم. الى عمرك كم؟ الين عمري يعني 15 14. والوضع كان تمام؟ تمام. طيب انت درست؟ نعم درست. وين درست؟ درست في المدرسة الفهدية. درست ومتوسط بن خلدون. ايوه. سنة واحدة فيها والباقي المدرسة الابتدائية لين السادسة. ايه. يعني انت ما عندك الا كفاءة متوسطة ولا ابتدائي؟ ابتدائي بس ما كملت. طيب تركت الدراسة متى وانت عمرك كم؟ تركت الدراسة وانا عمري 15. لا ازود 17 كذا. نعم. وش تسوي؟ وش سويت؟ درست في المعهد المهني قسم تكييف وتبريد. ايوه. وتخرجت؟ الفتره الصباحيه ما تخرجت منها. ايه. فدرست فتره مسائيه فتخرجت منها. تكييف وتبريد. واشتغلت بالتكييف؟ لا ما اشتغلت. اجل وش سويت؟ كنت تسوي؟ عملت في المسجد النبوي. ايش تسوي في المسجد النبوي؟ في السقيا. بالسقيا. نعم. تبيع يعني الموية؟ لا ما بيع الموية، على شركة دلة. يعطونك راتب؟ ايه راتب. ايه؟ موظف. وكم سنة انت اشتغلت في السقيا؟ 3 سنوات. وبعدها انتقلت الى التزمت يعني. التزمت. نعم. وتركت العمل، بقيت فترة في المدينة ثم خرجت من السعودية او من المدينة الى ارض من أرضي الله التي طيب فيها. طيب بجي للأرض بس أنا قبل الفترة قبل ما تلتزم. نعم. إيش كان وضعك؟ والله وضع مثل وضع أي شاب أو مراهق. إيش كنت تسوي؟ إيش كانت مشكلتك؟ مشكلتي والله أنا داج مع الداجين. مثل إيش الدجة اللي أنت فيها كنت؟ الدجة اللي أنا كنت فيها. مخدرات؟ مخدرات و... كنت تتعاطى مخدرات؟ نعم. تحرش بالنساء؟ تغازل وتحرش يعني كنت؟ نعم. ما انا ما غازل الا التي تشتهي الغزل. ايوه. لكن انا اتعدى على واحده لابسه محترمه ماشيه في الطريق. بس انت ما كان عندك قضيه ما رفع عليك مره قضيه تحرش؟ رفع علي قضيه. الا لا تحرش. انك تحرشت يعني. لا شاب يعني. ابتلال. ايش المخدرات اللي تشربها كنت؟ حشيش. طولت؟ فتره طويله. ما. كم سنه؟ من عمري 17. الله. الى عمري 37. والله طويلة هاي المدة. طويلة. نعم جدا. بعدين انقطعت. لا انقطعت قبل ما التزمت وعمري 27 عام. ايه. وخرجت الى خارج من طيب الان انت كنت شاب زي ما تقول زيك زي شاب وحششت وذا وبعدين التزمت. التزمت وعمرك يعني مريت 10 سنين داشر وبعدين 27 فتح الله عليك. نعم. وين رحت؟
سافرت إلى أرض من أراضي الله. وين رحت بالأرض؟ والله أنا ما أحب صراحة أتكلم عن هذه المسألة، أنا مسألة لله عز وجل، لكن ذهبت وخرجت من البلاد أو من المدينة إلى أرض أوروبا، أفريقيا، آسيا، أفريقيا، أفريقيا. نعم. وش تسوي؟ وين رحت تسوي؟ جهاد، أقول لك أقاتل في سبيل الله. وين قاتلت؟ في أي جبهات؟ ما في قتال في أفريقيا ذاك الأيام؟ لا في، يعني عشان الناس يعرفون وين قاتلت. قاتلت في إريتريا. في إريتريا. نعم. كم جلست؟ جلست سنة وسبعة أشهر. طيب ورجعت؟ نعم. رجعت بعد سنة وسبعة أشهر للمدينة. للمدينة بسبب مرض صابني في ظهري. ليش رجعت؟ سبب مرض في ظهري. ليه؟ مش جاك بسبب المرض؟ بس سبب حمل يعني سلاح وأكل وشراب. مع مين كنت؟ بأي من منظمة؟ مع أي أحد؟ كنت مع ناس جاهد في سبيل الله من تحرير بلدهم، من الرئيس السياسة فورقي. اي ضد فورقي انت مع الجماعات؟ نعم. بس يعني قصدي كانت منظمة، قاعدة، القاعدة، وشو؟ لا تتعاطف طبعا مع القاعدة، بعد القاعدة ما كانت طالعة، ما كانت واجد. نعم. طالع صح. نعم. طيب بعد السنة وسبعة شهور رجعت للمدينة على ظهرك. نعم. رجعت فكيت، ما صرت ملتزم تسعة اشهر. ونعم. وانتكست. انتكست. نعم. وش رجعت تنتكس فيه؟ برضو بالحشيش؟ حشيش و الى اخره. ايش اللي خلاك تنتكس؟ انت شفت وضع هناك ما عجبك؟ لا لا بالعكس، انا كنت ما اريد ان ارجع، لكن الصراحه المرض هو الذي اعادني. إيه؟ صرت متعب كمان للاخوه في الجبهات، لان نحن حرب عصابات ونحتاج الى طلوع جبال ونزول. بس اللي يرجع يعني راجع رايح مجاهد. نعم. وراجع مريض، المفروض انك تصير اقرب الى الله سبحانه وتعالى. وش اللي نكسك؟ والله الدنيا وحلاوتها ومغرياتها. وعمرك 27؟ لا كان عمري وصل الى 31. لا او 30. لا 29. 29. اي 29 سنة رجعت. كم جلست للدشرة الثانية؟ كم جلست؟ عد من عمري 30 الى، طيب اثناء رجعتك 37 38 وانت داشر. اي طيب اثناء يوم رجعت ما مو داشر منتكس، هو داشر. اي داشر دا نص داشر نمبر 2 داشر، داشر نمبر 1 نمبر نمبر 1. طيب الان لما رجعت داشر، ما حد سالك يوم رجعت من القتال ذا؟ ما حد ناداك سال قال انت لك رحت ما رحت؟ تقصد الحكومه؟ ايه. لا ما قالوا لك شيء ابد، وانت ما سالت احد وقعدت ودشرت. نعم. طيب الان بعد يعني انت رحت وجلست سنه، خلينا نقول سنتين في سنه وسبعة اشهر ايوه في ارتيريا. نعم. ورجعت للدنيا زي ما تقول. نعم. الالتزام الثاني كله هنا؟ نعم. وش كنت، وش وصف لي اياه، وش كنت تسوي يعني لما التزمت؟ اعبد الله واصلي وملتزم، وتركت كل امور الدنيا والمخدرات والكلام الفاضي كله. اي احد اثر عليك ولا قمت الصبح كذا لقيت نفسك ملتزم؟ لا الصراحه بدات اعرف جنه ونار وعادة. من اول انت قد ملتزم وعارف النار والجنه؟ جنة والنار، لكن انت كبير، انت صغير. نعم. وانت وغرتني الدنيا وسرحت معها. اي ثم عاد لي الرشد. قلب الانسان بين يدي بين اصبعين من اصابع الرحمن. والله هذا تقول انت، عاد انا ما ادري. إيه يقلبها الله، اقول هذا الانسان حواله. نعم. لكن الحين يوم رجعت التزمت، قصدي ان الله يحول بين المرء وقلبه، وان الله يحول بين المرء. لكن لقيت احد؟ نعم. يعني مثلا سمعت خطبه، شفت مسجد، جاك جار طيب قال لك يا خالد أنا في اتق الله؟ انا دائما كنت عاتب نفسي على هذه الافعال، بكره او غدا ستموت وتلقى الله، وانت صح على هذه الامور الفاسده والكافره. إيه؟ وامور يعني ما اعلم به الا الله، يعني انت تعرف عالم المخدرات وعالم الجريمه وعالم هذا شيء. انت بس ما كنت تسوي اخر الثانيه الدشره الثانيه، كنت تسوي مثلا يعني مثلا تسرق؟ لا اعوذ بالله. أجل منين تصرف على روحك تشتري حشيش؟ من الحشيش تبيع؟ نعم. كنت تبيع؟ هذه مصيبة بعد. لا حتى الربا مصيبة. اي فاهم، بس انك قصدي الحشيش انت. نعم. ما انت بتشربه، انت تشربه وتبيع على غيرك. نعم. والربا يعني انت تاكله وتوكله غيرك. غيرك صح. طيب ايش الفرق يعني؟ الان الحرام واحد. الحرام واحد. لا انا قصدي انه الانسان يضر نفسه احيانا، ولكنه الأسوأ أنه يضر غيره. مثل الربا، تضر نفسك وتضر غيرك. أيوه. ما أنا أظن الربا أخف من الحشيش. لا كيف، كله كفر. كله؟ أنت عصيت من؟ عصيت رب العالمين. أنت. طيب الآن يوم رحت متى رحت لأفغانستان؟ ما ذهبت لأفغانستان. ما رحت؟ لا. ولا حاولت؟ حاولت لكن ما استطعت. كيف حاولت؟ يعني كنت أتمنى حقيقة أن أطلع في وسط، لكن انتهت المسألة الأفغانية، انتهت. أيوة. تتكلم عام كم؟ بالتسعين يعني؟ لا ما هو في التسعين.
95؟ ليه كيف 95؟ أنت متى رجعت؟ رجعت 1417 كلمني بالعربي. ايوه 1400 ايوه اسف نعم. 1417 رجعت من ارتيريا. من ارتيريا وجلست؟ جلست لين 10 سنين. 10 سنين وانت في ضلال. في ضلال يعني صار 27 عام 1427 طيب. لكن انا يعني 27 نعم ايوه او 26 التزمت. 26 التزمت. ويعني بديت تفكر بمواقع القتال ودك شلون؟ بدأت بالجهاد. بالجهاد نعم. لأنه صار الحال ما ينفع أني أجلس في البلد أو في المدينة ما ينفع. أصحاب السوء والنفس والخيلة والزحمة يعني صار ما ينفع فذهبت. هذا مجتمع كنت يعني التزمت فترة عشرة يعني المدينة فيها خير. التزمت 10 أشهر إيه؟ وذهبت بغيت أجلس في المسجد النبوي أطلب العلم واحفظ والى اخره. ما شاء الله عليك يا خالد، يا حشيش يا طلب علم. ما عندك شيء وسط. ما في وسط. ما في ابي حار. ها نعم. طيب فبدات التزمت وبغيت اذهب الى المسجد النبوي من الساعه 3 ليلا الى فجرا يعني ايه؟ من الثالثه فجرا ايه؟ حتى الساعه 8 مساء عندما كان يقفل المسجد النبوي ايه؟ وابغى صلاه وعباده وطلب علم وحفظ والى اخره. طبعا انسان ملتزم هذه حياته. مزبوط نعم. ولكن تعمل؟ لا ما اعمل. من اين تعيش؟ والله كنت اعيش يعني في اخواني في اهلي. اي وتحضر دروس المسجد النبوي؟ اي احضر الدروس. عند مين؟ عند الشيخ العباد وغيره والشنقيطي والى اخره. كل ما يعني انا اطلب الحديث كنت دايم. ايوه عند الشيخ العباد عند الشنقيطي فقه. إذا جاني أحد من الشباب وقال لي الآن الشنقيطي عنده درس في الفقه لأنه كان يجي يشرح للشباب الجامعة ايه؟ الأمور اللي يكون قبل الاختبارات وهكذا ايه. فتروح تحضر؟ أحضر وأسمع. طيب أنت بديت تجتمع مع ناس يعني؟ لكن أول في التزامي أول التزامي كنت أحضر عند الشيخ الجامي. الجامي نعم. طيب درست العقيدة يعني. عليه عليه. طيب أنت بديت تشغلك موضوع يعني مواقع القتال بأفغانستان كالأيام؟ أفغانستان وفي كل مكان يعني. وأنا كان همي الأكبر في فلسطين. من اللي كان يعني؟ كانوا اللي حواليك يقولون لك ولا أنت من نفسك ولا؟ أنا من نفسي. من نفسك. أمر طيب أنت بديت تحرض غيرك يروح؟ نعم أنا رجل محرض. أيوة أنت محرض. نعم. حرضت على الجهة على الخروج إلى القتال؟ من القتال نعم. من حرضت؟ حرضت شباب واجد والله ما أتذكر. يعني انت معترف انك محرض؟ نعم. لا ما عندك مشكلة. هذا دين. ايوه نعم. حرضت ناس صغار كبار؟ مين؟ كل انسان تقابل معه تكلم بالمسجد ولا تروح لامهم ولا شلون؟ ايوه اي انسان تواجه معه اكلمه. لكن انا ما اوقف على المسجد او امامي. فاهم فاهم. نعم. بس انا اقصد تقابلهم بالمسجد ولا برا؟ برا في المسجد النبوي. وش تقول لهم؟ اقول لهم الجهاد واحثهم على الالتحاق بالقاعده وهذا. وحتى كانت عندي مشاكل في المسجد النبوي ياتوا لي رجال المباحث اتكلم وانا رجل صريح اتكلم الا في قلبي على لساني شفاف جدا. ايوه كانك تنظر الى صدري. ما عندي أي مشكلة ولا أخاف إلا الله عز وجل ونعم بالله. نعم. طيب الآن وصرت تحرض على الناس يروحون للقتال مواقع القتال؟ مواقع القتال إنهم ينضموا إلى القاعدة ويجاهدوا في سبيل الله ونصرة الدين ولابد من هذا الأمر. طيب الآن أنت وش مشكلتك مع المسجد؟ أنت صار لك موقف مع سليمان العمير الشيخ سليمان؟ سليمان العمير؟ إيه؟ مين سليمان العمير؟ يعني فيه واحد من المشايخ حكيته عن القبور وما القبور؟ الشيخ سليمان عبد المحسن العباد. عبد المحسن العباد. نعم. وحكيته عن القبور. نعم. وش قلت له؟ وش سألته؟ سألته قلت له كيف يجوز البقاء القبر في المسجد النبوي؟ هذا ما يجوز لا شرعا ولا عقلا ولا نقلا. اللي هو قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. ايوه وش قال لك؟ قال انت اعلم من فتناقشنا في هذا المسوى ودليت له بالادله. أيوة. الشرعيه من القران والاحاديث كما هو يصحح اصلا. ايوه طيب فقال ما اقصى ما قال وقال لي انت اعلم من مالك؟ قلت نعم انا في هذا. بس انت كنت تلمد على يديه تدرس على يديه؟ اي نعم. شيخك هذا؟ لا باس لا باس. طيب شلون ما دام خالف لا بأس أنه نفطنه. يعني أنت الآن في هذه النقطة وجدت أنك أعلم من العباد؟ لا ومن مالك. قال لي أنت أعلم من مالك؟ قلت نعم أنا في هذا أعلم من مالك. قلت من مالك؟ قال لي أنت أعلم من مالك؟ الإمام مالك. الإمام مالك في مسألة القبور. أيه؟ قلت نعم. أنت ما عندك وما عند مالك كل كلام. أنا أتيك بأحاديث وآيات أو بآيات. أنت تريد أن تخرج قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه
نعم يخرج المسجد وليس يخرج القبر، ولكن يخرج المسجد كما ما هو المسجد، ما هو هذا البيت، فتوسع المسجد فدخل البيت، دخل البيت نعم. صح ولا لا؟ نعم. هذا الأساس، هذا الأساس، يعني لم يوضع القبر في المسجد. نعم العمل هذا الوليد بن عبد الملك، يعني وسعوا المسجد فلا أرادوا أن ينقلون قبر صلى الله عليه وسلم ولا قبر صاحبه. نعم وسع، فاضطروا انهم يدخلون الحجرات. لا لا ما هو اضطرار، لانه كلها توسعة بسيطة. انت ما ذهبت الى المسجد النبوي انت الان ايه؟ وما كم خمس انفار هي جهه التوسعة، باب جبريل. حتى اليوم متزبط القصة دي؟ اي حتى اليوم. سأتوقف لفاصل قصير ثم نكمل الحوار مع خالد المولى. حياكم الله. ضيفي هو الموقوف خالد المولد. شاهدنا الجزء الأول من الحوار، خلونا نشوف الجزء الثاني. أنا ما يعني ماني بالعباد ولا أنا بنت، ماني محاججك بالقصة دي، لكن أنا هذه قضيتي مع الدولة الآن. اللي هي؟ هي مسألة القبور في المسجد النبوي، وهذا الذي سجد، وهذا من أجله خرجت وتظاهرت وكتبت على الثوب عبد اليهود ولد سعود خائن الحرمين. ايوه كذا. نعم. تمشي في وسط المسجد؟ لا مو لا في ساحات المسجد، كنت اردت ان ادخل الى المسجد لكن عندما قربت. هل يجوز هذا في الدعوه عند علماء السنه والجماعه بهذا، انهم المجاهره بهذه الطريقه في الدعوه؟ لاني ذهبت لهم بالحسنى اولا. ايوه ذهبت لهم وكلمت. اي بس تمشي في تكتب على ثوبك. لا يا استاذ ذهبت لهم وكلمتهم أخذت معاهم وعطيت، ما وجدت عندهم، حتى ذهبت للأمارة، تركت أهل العلم وذهبت للأمارة وكتبت للأمارة أيام ماجد بن عبد العزيز، والله ماجد بن الله يرحمه، إيه لا أمير المدينة كان ماجد، إيه ماجد، أيوه ولد مين هو؟ ولد الأمير ماجد، ولد الأمير ماجد، إيش اسمه نواف هو ولا إيش اسمه؟ طيب وبعدين؟ ذهبت له إيه وكتبت وتكلمت وهذا، لكن ما قابلته، وقابلت ناس طيب مسؤولين. ما يعني تعرف أنت أنه هذا مثلا الدولة عندها رأي علماء وما رأي علماء ودولة وفيه استتباب وعدم فتن الناس بهذا الكلام. هذه الفتنة، الشرك هو الفتنة. إيه بس أنت بالحالك بالبلد بالعالم الإسلامي كله. لا 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 ليس بحال، ما دام هذا دين بالحالك أنت يا خالد. نعم أنت بالحالك بالرأي ذا، وفيه علماء وفي مؤسسات، عندي مؤسسات إفتاء في البلد. مخطئة مخطئ، خالف، تخرج عليها بالطريقة هذه، بتكتب ثوب وتطلع بشوارع. لأني ذهبت أولا بالحسنى وتكلمت بالحسنى. طيب قالوا لك لا يا أخي؟ قالوا لي لا ما اعتزلهم. نعم أنت تروح تصلي بالمسجد أنت؟ لا ما أصلي الآن. ما تصلي فيه المسجد النبوي مرافضه. مسجد في قبره، تكلمت مع العباد قال مسجد فيه حتى. رحت لهيئة كبار العلماء؟ طلبت أبو. نعم. طيب ما عندك العباد واحد بقامتهم ذا الشيخ هو اللي قال لك وخلاص. لا ما خلاص انت ما ترافض مالك اصلا. هو خالف، هم الا يخالف الناس ما هي حجه على الله، الله حجه على الناس. هم خالفوا الدين، ما دام خالفوا الدين نبين لهم بالحسنى ابو حتى يسر الله لنا، نبين لهم بالطرق الاخرى. طيب انت نعم. انطلقت من هنا انك تكفر الدوله؟ نعم كفرت الدوله؟ نعم تكفرها الان؟ نعم المملكه العربيه السعوديه الدوله كافره. نعم الحكومه ولا الشعب؟ الشعب والحكومة كلنا كلكم، وأنا واحد منهم؟ أنت اثنين عشان لا يا شيخ كافر. نعم. أي عشان سمين أنا أصير كافرين؟ نعم. كيف تكفرنا؟ على أي أساس تكفرني أنا؟ أنت الآن في مسجد القبر نتكلم. إيه؟ في مسجد القبر. إيه؟ أليس القبر في المسجد النبوي منكر؟ أنا أرى ما يرى علمائي يروه منكرا. إيه هم يرون القبور
وضعها في المساجد، نحن نتكلم عن حالة خاصة، عن قبر الرسول وصاحبه صلى الله عليه وسلم، والآيات نص في مساجد. طيب علشان كذا أنت تكفرنا؟ نعم، هذا بنص القرآن. أي أنت اللي هي هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما كانوا يعتدون، وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، بئس ما كانوا يفعلون. هذا أنا مكفرني أنت الآن، أنا كافر ليش؟ لأنك أنت موافق على المنكر. ما أنكرت معناتها المنكر. كل الشعب السعودي في نظرك كافر إلا أنت. لأني أنا أنكر المنكر. أيوه، يعني خالد المولد هو المسلم الوحيد في المملكة العربية السعودية في العالم، لأني أنكر من يوم عبد الملك بن مروان. نعم، هذا منكر. لا زحت بس عشان الناس، أنا داري إنه منكر. الحين أنت تقول منكر وعارف أنا لك رأيك. نعم. بس حنا من عبد الملك بن مروان. نعم. إلين الليلة. نعم. ها؟ نعم. وحنا ذولاك كلهم ذولاك كفار إلى اليوم. نعم. صح؟ هذا نص الآية. أيوة. نعم. كلهم كفار. نعم. إلا خالد المولد، هذا اللي أنت بتقول. ومن أنكر هذا المنكر، وكل من أنكر منكرا وعلى رأسه القبور في المسجد النبوي، لأنه هذا هو مخالف. ما عاد بقى مسلمين إلا أنت. لحظة علي خالد. نعم لحظة علي. يقولون مليار ومس راحة والمليار. أبين لك، لا بس ناس تأكل الربا، لا تجاهد في سبيل الله، تقام الدين الله، ما في تناصر مسلمين يشهدون لا إله إلا الله في ربا، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد هذا قولك الرسول. لكن في واجبات للا إله إلا الله لابد أن تقوم بها. ما أنت بعض المشايخ، أنت ذيك المرة تقول للشيخ ارجع للقرآن، أنا رجعت للقرآن، في القرآن فيه وشيل القبر، واللي ما يشيل القبر يكفر. نعم أنت تقول الكلام. نعم لا لا، الله هذا هو منكر ليس بمنكر. ومن أظلم، والله عز وجل يقول في سورة البقرة، المهم الآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه. ما منع يشيدون المساجد الدولة يشيدوها بالقبب والكتابات. ما في قبب، لا في المسجد النبوي قبة عشان الشمس. ما أين الشمس؟ ما يجوز، وش نصلح؟ نسقفها سقف عادي. ايوه سقف عادي. طيب وش المشكله في القباب اللي كانت ايام المسلمين؟ القباب هذه من البدع والمنكرات. ابوك يعني كان ابوك كان يشتغل بالمسجد النبوي؟ ايوه كان. ابوك كافر؟ لا شك. ها؟ لا شك. يا شيخ نعم. اتق الله. الله يجعلنا من المتقين. بالله كفرت الوالد؟ نعم. الله يرحمه؟ لا الله يعني مات على الكفر؟ المؤمنين. مات على الكفر في رايك هو؟ نعم. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب الان انت لما كفرت الدوله الآن تطلب بالظهور عليها بالجهاد ضدها؟ نعم. دعيت؟ نعم. الناس يجاهدون؟ نعم. وش من يجاهدون؟ الدولة والشعب؟ كل من خالف أوامر الله عز وجل بالقبور حقتك ذي، بالقبور أو غير أي منكر. لكن أنا مشكلتي، أنا قضية. طيب أفرض أنت الآن أن الناس استجابوا لك علشان نعم. القبر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. وصاحبيه نعم أبو بكر وعمر في الحجرات التي ضمت إلى المسجد. ولم تبنى عليه. نعم. انتبه. منتبه. ماشي. قضية 10 سنين. قضيتك 10 سنين. الآن أنت بتدعو إلى المحاربة، أنت تدعو إلى الجهاد في الدولة، داخل الدولة، لأنهم كفار، دولة كفار. نعم. ما يموت بزران وأطفال ما بعد درية ولا ونساء ولا لا؟ لأنه بيصير ذبح وذبيح في البلد. ذبح وذبيح في البلد. لكن يدخل الراشدون من العقلاء من العلماء من الناس التي نظن فيهم العلم ويبين للدولة. يعني بعد الجهاد. لا قبل الجهاد الآن وأنا أتكلم. نعم. قبل أن نصل لهذه المرحلة. أيوة. يبين للناس أنه هذا منكر في المسجد. هم يرون أنه ليس منكر لهذا القبر. طب هاد دليله. ما أنا بدأ بجادك أقولكم الآن، جاء ناقشوك وقالوا لك. نعم ما قالوا. لن يتغيروا. 18 مجلسا جلس في المناصحة لم يقولوا، بل قالوا نعم هذا منكر. أي. قالوا نعم هذا منكر. هل يفضي هذا عندك إلى أن البلد وتسيح الدماء؟ نعم. علشانه لا شك كفر. أليس قلت لك كفروا، ذعنوا وكفروا من أجل أنهم لم ينكروا منكرا. هذا بني إسرائيل، وأنت تعلم ماذا فعل الله ببني إسرائيل. طيب الجهاد ما له شروط؟ الجهاد من اللي يأمر بالجهاد عند أهل السنة والجماعة؟ يأمر الإمام المسلم. طيب نعم. الآن أنت بتأمر بالجهاد على الدولة وتبي تخلي الدنيا تذبح بعضها. نعم. وين الإمام ما يقرك على هذا؟ الإمام ما يقرني. لماذا لا يقرني؟ لأنك مكفره أصلاً. يعني حنا صرنا. أنا كفرت لخبطتني أنت، ترى أنا ما أحب اللخبطة. نعم. ترى أنا ما أنا بناقشك موضوع القبور لأني ما أنا بفهم فيه. طيب لا أنك هذه قضية. أنا داري أنا مقرك الآن على قضيك، أنا أناقشك بقضيك. نعم. بس أنا بناقشك بتوابعها. نعم. هالحين
جهاد لازم اذن ولي امر صح؟ نعم. من هو اللي بيأذن لنا بالجهاد في البلد؟ لان بنفرضيه انا وياك الحين نبي نجاهد الدوله دي. نعم. ونبي نقوم العالم نقول يلا يا ذبحوا ذبحوا خلق الله. لا لا، الشعب السعودي اصلا من بني اميه من عبد الملك بن مروان الى اليوم كلهم كفار. وايش عله الكفر؟ ما عندي مشكله الحين بعله الكفر، بس انا بتكلم. لا لابد لما تقول كفر تطلق كذا، لابد من ديني. خلي بنقطتي بس. نعم. الان فيه ذبح. نعم. اعلان جهاد صح؟ نعم. ولا لا؟ نعم. يبي يموت عالم. نعم. من اللي يبي من اللي الفتنه تشد من القتل. الفتنه تشد من اللي يبي لله. من اللي بتستاذن مين انت؟ نعم. بالذبح ذا من بالراسك ولا بتقول لا من نص القران؟ ما من نص القرآن إذا خالف الإيمان. ماشي ماشي، مو هو بالجهاد لازم إذن ولي الأمر ثم الوالدين. الوالدين لا لا، ما الوالدين ما تبيهم. نعم. إذن ولي الأمر وين من هو اللي بيأذن لنا؟ إحنا أنا وياك إحنا بنضم معك أنا. نعم. وتجهد. نعم. نذبح في الناس. نعم. نجمع ناس ونبدأ ندخل على الشوارع ونكتل. أولا نجل الناس هذه. إيه؟ ونقول لهم كفار. أنتم تقول أنهم مسلمون، أنت قلت أنهم كفار. أنا واحد منهم. دعك عن بس أنا الحين بأصير دعك عن قولي شرفتك من الكفر. دعك عني. طيب أنا أقول لهم أنتم يا قوم إن رضيتم على هذا هذا يبي يقولون لك رضينا بما رضي به علماؤنا وهو بنتي خالد المولد. نعم. نقول حنا عندنا هيئة كبار علماء. نعم. وعلماء أفاضل. نعم. وعلماء. نعم. هؤلاء راشدين ومسددين ونبيهم. الراشدون المتعلمون الفاهمون هم خالفوا أمر الله. هذا في رأيك؟ مو في هم يقولون لك هم الناس. لا لا. داري أنا ما أنا ما بناقشك في الموضوع ذا. نعم. ما راح أدخل فيه. نعم. أنا أقول الناس لما جيت تحاكيهم في الشوارع ورافع عليهم السلاح. نعم. قالوا لك حنا يا خالد مع أئمتنا وهذول الناس اللي نتابعهم وش تبي تسوي؟ نعم. صح. قتل. لماذا طيب؟ أنت شايف لماذا تبى تقاتل هؤلاء الناس؟ أنا داري له لماذا، لأنهم كفروا. لماذا كفرتهم؟ لأنهم أقروا القبور في المساجد. لأنهم أقروا المنكر. المنكر. ولم طيب ماشي، اللي هو قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه في المسجد أقروا. طيب واعتدوا. إيه أقروا هذا مو هو بالقبور اللي هم القبرين الخاص الحالة الخاصة ذي اللي هم عرضوا. أنا فاهم فاهم. أنت عارف حجم الذبح اللي بيصير؟ الفتنة أكبر من القتل. إيه بس خلاص الله قال أكبر من القتل، خلي الدم تسيل للركب. الدم تسيل للركب. نعم الدم أو الدماء تسيل للركب. وقتل النساء والأطفال. النساء إذا ما قاتل البلد. ها؟ النساء إذا ما قاتل وجلسنا في بيوتهن أحد لن يأتيهم. بس يوم يروح يصلي بالمسجد اللي فيه قبر ذولي ذبحهم. نحن المجاهد والمسلم يتقي الله عز وجل ما يقطر خط عشواء. بدون هو كفار في رأيك يبي تذبحهم مش تسوي بهم؟ تطلع عليك حرمة معلمة ولا أستاذة بالجامعة تقول أنا بروح لأصلي بالمسجد اللي فيه قبر وأقر وش تسوي به؟ أذبح. نقول صح. نقول صح ولا مو بصح؟ كيف؟ واحدة من النساء اللي بالبلد يبي يقولون لك حنا نؤمن بما يؤمن فيه علماؤنا تبي تذبحهم. نقول لها نبين لها الحق أولا. قالت لك الحق مع هذولا معهم تبي تذبحهم. طب إيش دليلهم؟ ما هو ما هي بسألتك تقول أن اللي يقولون علمائي هي تبي تقول لك ما له علاقة بالناس بتركشك بالدليل يقولوا يعني اللي تقولوا هي تكبر علماء يعني عباط. ما هي عباطة، هذا ما يثقون في علمائهم هم علمائك يا بنت يا ابن الناس يا بنت طيب الناس. وراك تجادل هذا الحرمة ولا تجادل الثاني؟ جادلت كل الناس ما لا في فايدة. ما في فايدة. إذن القتل. طيب الآن أنت تؤمن بموضوع القاعدة؟ لا شك ناس تقاتل نحسبها نقاتل في سبيل الله. القاعدة. نعم. وهي تفجر مدنيين. تفجر المدنيين ماذا رضوا؟ ها؟ رضوا بالكفر ورضوا أنهم يقاتلونها. السعودية مو عشان قبور يعني، بس القاعدة ما عمرها قالت لنا قبور ما قبور، قالت لنا لا. كفار ووجود كفار وموالاة حكي غير كلامك. نعم حكي غير كلامك. إيه ما عمرنا سمعنا حقة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحيح. لكن فعلوا هذا ببوذة إلا في الجبال فجرتها في أفغانستان. إيه؟ ويمنعوا القبور في أفغانستان، فإذا جوا إلى أو إذا أتوا إلى مسجد النبوي. إيه؟ وجدوا القبور سيخرجوا. إيه؟ المسجد عن القبور. والمسألة بسيطة. إيه؟ صور. إيه؟ من الشمال إلى. إيه؟ الجنوب. بس من الجنوب الى الشمال. دارين بن لادن شغال كان يشتغل في التوزيع. نعم في الحرم. من هو بن لادن؟ الشيخ اسامه رحمه الله. ايه لا كان لا. ما كان مقاوله فيها. لا اخوه. طيب انت الان اخوه. طيب انت الان القاعده مقر كل ما تعمل من قتل للمدنيين واستهداف لسكن لانه فيه يدعون فيه واحد كافر. اليس القاعدة قد حذرت الناس وبينت للناس الصواب؟ ما بينت للناس. لا بينت لها 20 عاما، بينت للأرض ك
كاملة. والله ما شفنا بيئة، ما شفنا فيها إلا ذبح المدافع والضبط. أسمع أسمع يا أخي، بين الحق شايفينه قبل أسامة بن لادن وربعه، إحنا نعرف الحق. وش فيك أنت؟ عندنا علمائنا ومشايخنا من الصغار علماء مقلين بالقبور، أي علماء مقلين بالربا ومقلين بكل فجر. يا خالد المولد تعرف يعني جديدة مرة انه علماء السعودية صاروا قبوريين في نظرك. لا شخ لا دليل انت كذا اقول لك بواقع واقع الارض، مو كلام مخفي. هذه القبور في المسجد النبوي ولا لا؟ هذه صارت العلماء السعوديين قبوريين في هذا الدعاء ادعاء والله حقيقة. قول انا بالنسبة لي اشوفه يعني القبور في المسجد انا داري اللي بنصبح انا وياك لو بدخل معك القبور انا مقرر وانا اقول لك خلاص ماشي. طيب خلاص انت خلينا بالقاعده الان، خلينا بالقاعده. القاعده كل ما تفعل القاعده من تفجير وقتل مدنيين وانتهاك حرمات بسبب بفضل انهم ذولا كفار عادي بالنسبه لك. انت قاعدي انت؟ نعم. انت مؤمن؟ قاعدي متحرك. شلون قاعدي إيه؟ متحرك. شلون يعني متحرك؟ يعني قاعده. لا انت مع تنظيم القاعدة؟ نعم مع تنظيم القاعدة ومبايعهم. أمير الشيخ الظواهري حفظه الله في حلي وترحالي أيمن بايعته الظواهر. أنت مبايعة هنا بالله يعني. فاصل قصير ثم نكمل الحوار مع خالد المولد. حياكم الله. ضيفي هو الموقوف خالد المولد. خلونا نشوف الجزء الثالث من هذا الحوار. الآن طلع داعش، أنت وش رأيك في داعش؟ والله داعش هذه مسألة أخرى، لا أريد أن أخرج عن تفرع بي عن ما فرع فيك. هذه مثل القاعدة. لا لا تكتل لا ليس مثل لا وزودت هذه صنيعة استخبارات، هذه صنيعة استخبارات إيرانية. أبا أخذ رأيك أنا يا أخي. أنا بقول لك والقاعدة وش؟ وأنا بقول ما بها استخبارات القاعدة؟ لا الشيخ جاء بنفسه قال ومعلوم القاعدة من، وهي ما تضرب إلا الغرب. وقبل أيام الغرب ما ضربتنا بالسعودية هنا، متنا حنا لأنهم هذا وهم عند الناس. أكثر أكثر دولة في العالم تأذت من قاعدة المملكة العربية السعودية يا مسلم. أنا حذروهم في حرب الخليج أيام الشيخ أتى إلى هنا وكلم الشيخ بن عثيمين وقال له إن ما يجوز نأتي بالكفار ليخرجوا من العراق. هذا مستأمرين يا مسلم؟ لا منهم قبل الذبح قبل. لا لا ما هو قبل. متى طلعت القاعدة؟ في 98 صح؟ أيوة. طيب وكلموا الدولة. وعاد الشيخ أسامة رحمه الله من أين؟ من أفغانستان ورجع إلى السودان. رجع من أفغانستان وشيء هنا بعد ما أخرجوه من السعودية ومن الدولة السعودية. طيب. خرج إلى أين؟ إلى السودان. إلى السودان. طيب. طيب. الآن أنت بالنسبة لك تقرأ وتشوف التلفزيون، أنت تقول لي تو أنت تشوف التلفزيون صح؟ نعم. يقولون انك مدمن اخبار، انت تقول لي انا مدمن اخبار، انتقل من العربيه للجزيره مدمن اخبار لسكاي نيوز العربيه الفرنسيه البي بي سي. من عمري من يوم التزمت وصار من يوم عمري 27 عام وانت ما تشوف الا الاخبار. اخبار ذهبت الى الجهات ثم عدت وانا رجل اخباري. اخباري؟ نعم. وش هي القنوات اللي تعجبك؟ كل اي اخبار تاتي بالاخبار اللي تنقل عن العالم. تصدقهم كل هالقنوات؟ لا ما اصدق. انا الحمد لله اعرف احلل واعرف الكذب من الصواب من الخطا. انا رجل قلت لك عمري 46 عام ماني طفل. لا انت في عز النضوج. نعم. لكن انت الان الان مساله داعش دي انت تشوفها بالاخبار. نعم صح ولا لا؟ نعم. انت اكثر مني تشوف. نعم.
وش رايك انت باللي صاير بالداعش؟ داعش صنيعه لك، قلت لك يعني لا تقر ما تفعله. نعم. ها؟ لا لا مو خلي اقر ما اقر. داعش صنيعه استخباراتيه سوريه ايرانيه امريكيه. ايوه. وتريد ان تجعلها غطاء وفرع او مزاويه او في خط واحد مع القاعده. وتريد ان تقنم على الناس وتذهب بهم الى هذه. ايش دريك انت؟ ايش دريك انت انا التحليل ذا معلومه ولا من راسك بس؟ لا تحليل. هذا هم الناس تعترف. والنصره؟ طيب والنصره؟ وزير الفرنسي في بيوس، ما ادري في بيوسو، اعترف انها صنيعه هذا بايدن، ورئيس نائب رئيس الامريكي اعترف بها. وانا ما انا معك في هذه، بس انا اقول انت يوم من الـ انت قلت معي في القبور وفي هذه، اسلم يا رجل وفك نفسك ان شاء الله. اني ما يخلص هاللقاء لنا مشاهد باذن الله عندك، بس اصبر خلني بعلمك شيء. الان الاعمال اللي تقوم فيها غير النحر ها البشعة اللي تسويها داعش. لا لا ما هي بشعة، إذا كانوا مسلمين حق النحر عادي. لا لا هذا قتل، الله قال قتل، كيف ما قتلت ما عندك مشكلة، الله قال قاتلوا الذين لا يدينون على الذين لا يؤمنون بالله واليوم لا ولا يؤمنون باليوم الآخر، انتهى. يعني أنت الآن لو يتاح لك فرصة تقتلني؟ نعم بالله والله. يعني لو يجيبوا لك سكين تنحرني؟ أول شيء يعني استتيبك. يعني انا قلت مو استتيبك، ابين لك الحق لعل الله يهديك وانتفع بايمانك هذا. أيوة. لكن لا اكون يعني قاسي معك بدرجه اني اكون بس عطشا للدم، ابين لك الحق وابين ان هناك جنه ونار وان الله عز وجل سيجمع العباد ليوم لا ريب فيه ويحاسب الناس على افعالها. فاذا أنت آمنت بالله عز وجل واستقمت كما يجب. أنا مؤمن بالله إلا حقتك ذي الثانية، قبر النبوي. القبر النبوي خل بكلم. يعني أنت الآن أنت كفرتني صح؟ لأني أنا مع علماء المملكة في هذا الموضوع. طيب خل بعلمك يا أخي، هذا منكر والله ما منكر. أول شيء نقر إنه منكر والله ما هو منكر. أنا ما أدري، أنا أمشي مع العلماء. العلماء يقولوا منكر. ما قالوا، قال ما لا ما قالوا نشيلوا المساجد القبور ذي من المساجد. قالوا منكر. قالوا منكر قالوا هيئة كبار العلماء من بنى قبرا أو رفع رفع في قبور والتمسح بها والاعتقاد أنها تنفع من دون الله فهو كفر. نعم هذا شرك بعد. حتى إدخالها في المساجد كفر. إيوة بس الآن نتكلم، هم يتكلمون عن حالة خاصة. هذه ما هي خاصة، من الذي فعلها؟ أصبر بس الحين أنت لو الآن أنا على ما أنا عليها الآن معهم، تبي تذبحني برصاصة ولا نحر؟ والله حسب ما تيسر. ما جاولك إلا سكين. سكين عبد الله المستعان. وإذا ما في خنق. يعني معناته أن القتل إذا ما في سكين خنق. خنق. نعم. طيب لكن الذبح الآن اللي تقوم فيها إيش رأيك أنت بالنصرة طيب؟ النصرة والله الصراحة يقولون إنها مع القاعدة وأنا ما أرى هذا، لأني ما جاء تسجيل من الشيخ الظواهري حفظه الله في حلي وترحاله يبين هذا. يعني ما اعترفوا هم فيهم قصدك؟ نعم. القاعده ما اعترفت بالنصره. نعم. بس انت وش رايك من تسمع عن النصره؟ وش تسمع؟ اسمع عنها مثل ما اسمع عن داعش. اي وش رايك فيها؟ تسمع عنها. نعم. وش رايك انت في فعلها؟ يقول افعالها ما رايتها، انا ما رايتها. تشوف بالتلفزيون يسوون قتل وباتل. قتلوا حرب وسوريا مفتوحه للحرب، كل العالم بتحارب فيها، الروافض وغير الروافض وكل الناس بتحارب فيها. ايه كل الناس بتحارب في سوريا، أمريكا والسعودية والإمارات والدنيا كلها بتحارب بشار الأسد. طيب أنت الآن لو طلعت من السجن. نعم. وين بتروح؟ سأذهب إلى الجهاد. وين؟ أقول من هنا أبدأ. من هنا ما مكنوك أنك تذبح، لأنك إذا بتذبحنا إحنا ما عندنا معطيك فرصة. نعم. وين سأصبر بتروح؟ سأصبر حتى يجعل الله لي الفرصة. تصبر يعني الحين لو طلعت بالشارع على طول تبي تذبح؟ لا يا. هجي وش تسوي؟ تقول انت تقول بتذبح، لو جابوا سكين انا انت بتذبحني. انا قلت لك ابين لك. بينت وعيت عليك، انا قلت هذه حقه المسجد النبوي. لا تلومن الا نفسك. ها؟ لا تلومن الا نفسك. طيب اذا لا طلعت تبي تلقى ناس مثلي بالشارع. نعم. وش تبي تسوي به؟ لا لا ان شاء الله الله يهدي الناس. لقيت ذبحهم تذبح؟ لا لا اذا انت لم تمكن وقيل لك يا خالد اما انك ان تبقى نحط انك انت خطرا علينا، يا نحطك نسكر عليك يا انك تبي تسافر، وين تبي تروح؟ يعني هذه الى القاعده في افغانستان او اليمن. وش تبي تلقى في افغانستان؟
تبي تلقى في افغانستان قبور ارفع من عمارته مدري وش، وانت عارف وانا عارف صح. البلد الوحيد اللي ما فيه قبور وما فيه قبور هو السعوديه. لا لا في قبور، قبر النبوي يا اخوي اطلع خلي اطلع بطلع بس طب انا اصبر يا خالص، انا اجي معك تجي معي اصبر. طيب اصبر بس انا اسالك سؤال واحد. الانسان الان اذا اراد الانسان اذا عمل 10 مكفرات يكفر؟ الحمد لله واحد يكفر، القبور في المسجد النبي وكفر تحت خلاص. بس انا اقول لك لو تبي تروح خلينا الحين طلع احنا كفار ودوله كافره وعلماء كلنا كفرنا وخفنا منك تذبحنا وقلنا لك يا خالد اسرح الله يسهل عليك. تبي تروح تقول انت في افغانستان؟ طيب هو اليمن يعني هو اليمن ما انت بلاقي بافغانستان قبور؟ تبي تلقى قبور؟ لكن ما هي عند الطالبان، ما هي عند امير المؤمنين الملا عمر سنجدها عند الرئيس الحالي وغيره، هم على ملة إبراء ملة أمريكا وما شاكل. يعني أنت لو رحت لأفغانستان تبي تركز علينا، تبي تبدأ تجينا يعني تركب إنك لأن قضية الأمة القبور في المسجد. أيوة فأنت تروح تخطط علينا عشان تذبحنا في أفغانستان. في أفغانستان القبور تخص أهلها، أما في المسجد النبوي فيخص الأمة كاملة المليار. فأنت ستذهب إذن إذا أفغانستان وتقيم علينا الحرب. هذه قضية أمة. من يبي يطيعك؟ اسمع بس. من اللي تعتقد أنت أنه يبغى يطيعك يبي يكون جيش يجي يحاربنا؟ مين؟ القاعدة. القاعدة. القاعدة دخلت هنا صارت تفجر. أنت لو يتاح لك تفجر تفجر. يتاح لي؟ إيه. سترى ما لا تسمع. بالله. والله. قنابل وقصص. قلت لك الفتنة أكبر من القتل، لا تخولني بالقتل، لا تظن أني أخاف القتل. لا ما على نفسي والله على غيري. أنا الله يستر علي بس. أقول لك على نفسي والله على غيري، لا تظن أني أخاف القتل. يا أخي أنا مسكين أنا والله غلبان أنا، تبي تذبحني وبسكين. ما قلت لك أنصحك أولا. طيب ممكن عييت خاصة ومن لا نفسك. أنا أسمع كلام مشايخت. مشايخت قلت لك مخطئون وكفار. ضالون وكفار. وكفار. طيب الآن أنت خالد، أنا طلبتهم أكثر من 20 مرة من إدارة السجن شعرا طيب. ونثرا وقصصا ورواية وكل شيء، أتقابل مع يعني هيئة يعني كبار يعني العلماء. أرحمني بس أرحمني بس. يعني من الحشيش والتحرش بالحريم والمغازل على طول تبي تذبح الأمة، ارحمنا يا خالد. لا ما هو هذا، ما هو معقول كل واحد ما حشش وتاب يبي يذبحنا. حتى الصحابة ترى معظمكم تلا طالع من الحشيش ومن البلاوي يبي يصير على طول يصير النبي. لا لا ما هو نبي إلا لا ما هو نبي. تحششون ولا صحة من الحشيش يبي يذبحنا. الصحابة كانوا قبلها كانوا قبلهم ها؟ الصحابة كانوا قبل الإسلام مشركون إيه؟ يشربون الخمر تابوا في ليلة واحدة إيه؟ وقاموا وفتحوا. بس الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، بيث بعد ما أجبرهم بس ما ذبحوا. لا أجبرهم، وهذا قولك أنت يا أخوي. ما هد الأصنام هدمها في الكعبة لكن ما ذبح الناس. لا لأنه أعطاهم الأمان، وهذه قصص وروايات. لكن إحنا عندنا في سورة الفتح. يعني أنت ما ممكن تتحشش لطلعت من السجن؟ ما تدري. أعوذ بالله. ما ممكن. ما أنت بأول مرة تبت لحظة بس اصبر علي. مرة تبت وبعدين رحت تقاتل في سبيل الله صح؟ وطق ظهرك مدري وش رجعك لانك شايل مدفع هاون صح؟ لا 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 ليس مدفع هاون يعني سلاح رشاش عيار 17. المهم رجعت ولا رشت عيار 17، كنت احمل جي 3 يغير معايا عند رامبو ذا. اصبر بس. المهم رحنا خلينا يوم رجعت وتلطها بالحشيش كم سنة؟ 10 سنين. عشر سنين وانت طالع من القتال في سبيل الله. عمر تتوب. يوم تبت تبي تذبحنا على طول يا شيخ ارحمنا. لا قلت لك في الاولات في قصة انت لا تنسى. انا ما انسى. قلت لك ذهبت للعلماء وكلمتهم بكل حسنى. لا يكون ضاربك الحشيش لهالحين. لا لا ما قسم بالله يا اخي، انا اتيك بادلة ما بالحشيش بأدلة. لا بس ترى الحشيش انداري وش تأثيراته؟ تراه يتلف خلايا المخ والله هذا علمي ثابت. اللي حشش بعد 5 سنين ما يسوى التالي من الغنم خلاص. يصير باعتراف الدولة مزبلة. باعتراف الدولة اني انا رجل عاقل. ايه تقابلت في الصحة النفسية واعترف اني رجل عاقل. كشفوا عليك؟ كشفوا عليك. من اللي كشف عليك؟ في الرياض وفي المدينة وفي كل مكان اعترفوا اني انا رجل عاقل مدرك اتحمل مسؤولية كلامي ومسؤولية افعالي وكل شيء. احنا لما كنت بالسعودية كنت تدافع عن السعودية يبقى افريقيا. نعم
لانه ما بعد جت حقت ما كنت القبر. اعرف اخطاء ذهبت عمري 27 عاما ما افهم وانا كنت ادين لهذه السعوديه بالولاء انت الان تعترف انه في سعوديه؟ نعم دوله قائمه. هي تعترف فينا؟ دوله قائمه. دوله قائمه تعترف بالجنسيه السعوديه؟ دولة قائمة. أنا ولا أستطيع أن أتحرك ولا أجلس إلا بها. إيه اعترف بقلبك تعترف فيها ولا؟ لا لا مو بقلبي أعترف فيها. أعترف إنه في دولة قائمة وتدير شؤون هذه البلاد. أيوة اسمها من شرقها لغربها واسمها المملكة العربية السعودية تديرها هذه الدولة. متى زي بعضهم ذولاك اللي يسمونها الجزيرة العربية هي مو هي بلاد الجزيرة تديرها أمريكا بعضهم. هم يدورونها من خلف ستار. أمريكا تديرها من خلف ستار. أيه. أصلا هي بلد كلها أنت على رأيك توقل لنا احنا ما فيها ولا مسلم. يعني رأي شو تديرها أمريكا ما هي دايرة نفسها. إذا أنت ما تستطيع أن تزرع يا رجل تشتري طعامك من أمريكا ليش ما تسميها بلاد الحرمين زي القاعدة؟ بلاد الحرمين ما هي بالسعودية. نعم. ولا لا ده كافرة دولة ولا لا الآن؟ نعم. صح؟ نعم. كلها. نعم. إلا أنت. لا الآن ما نريد أن أدخل لك أسميها بلاد الحرمين وبلاد أنا بتكلم على دولة قائمة. إيه دولة إحنا كويس منك هذا. دولة قائمة اسمها المملكة العربية السعودية. نعم. كافرة إلا خالد المولد. لأني أنكر المنكر ومن أنكر المنكر وكل من أنكر المنكر فهو مؤمن بالله. وراك وراك هم الشباب ورا يوم انهم قالوا لك اسمع بس في السجن في الطرفيه اصبر الله يحفظك وفي الشرقيه وفي كل مكان من هم على الدين والمنهج الصحيح ينكرون المنكر واخرجوا على الدوله هؤلاء مؤمنون بالله عز وجل. طيب الحين يوم انك انت تقول اني خطبت على ذا وكلمت الشيخ العباد وكلمت فلان وقالوا لك اركد. طيب ما قالوا ورا ما هاجرت من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام. نعم هذه يحتاج لها لأن أنا قد جربت هذا الأمر يحتاج لها معرفة ولوجستيات ومعرفة ناس وأدلة يدلوك إلى أين تذهب. إيش اللي الهجرة تحتاج معرفة؟ تذكرها وترى حطك في أفغانستان عند ملاك عمر تقعد معه وش يدريني أنا أسقط عند ملا عمر والله أنت تحب تقول بروح الملا عمر روح له. كيف أروح له؟ لابد أن أعرف كيف أروح له. سهلة. لا ما هي سهلة. تروح البشاور ويدلونك الشباب. وكيف بشاور تروح تحت في يد المباحث الباكستانية؟ أجل الحين هذه صعبة وذبح 28 مسلم في المملكة. صعبة. ليس بصعبة. ليس بصعبة. هذا السفر لما أنت تبغى تروح. لكن أنا مدام إنسان سأموت أو سأقتل لماذا أذهب أفغانستان حارب الكفار والكفار عندي؟ مظبوط والله هذه فاتت علي. هذه فاتت علي. وسأقول صح أقتل من قريب. الله الله عز وجل صح. ماذا يقول؟ صح. ماذا يقول؟ تطلع من البيت وعندك هالشارع مليان سعوديين مع غير رشاش ذبح. يقول الله عز وجل ماذا يقول؟ قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. صح والله لا يذهب أفغانستان والعراق إلى آخره. ذبحت البلد دي مات. ما ذبحت البلد أنا عبط عقباطا بعلة علة عدم المنكر وإقرار المنكر ومحاربة دين الله وأكل الربا والفجور والخمور وكل شيء. أنا قلت لك أتيت من الجهاد بعد ما تناقش مع الإخوان هنا في مسألة. أنت جيت من الجهاد تحشش يا خالد. لحظة. ما جيت تنصح. طب لحظة. جيت وقعدت 10 سنين مكيف. لحظة. هذا نحتريه ذا يا بغى يكيف كيف اصبر بس علينا عاد. طيب. قايل رحت تحارب وقلنا لك ماشي حاربت بأفورقي. نعم. طيب نعم. وصنفت لك ترجع مليت وما لقيتك من زين اصبر. طيب نعم. يوم ارتدت وتقعد تعب. لا قلت كلامي. قلت كلامك رجعت مصدت وجيت وجعك ظهرك وجيت. نعم. ورجعت تعبطها حشيش 10 سنين. نعم. وحنا صابرين على غثاك. نعم. يوم صح راسك. نعم. الحمد قلت لله. يا ولد. ذلك فضل الله واتيه من ونعم شاء. بالله قلت يلا يا الحين يا تسمعون كلامي يا بذبح. لا لا مو لا تسمعوا كلامي. هذا اللي تقعد تسويه بنات. كلام الله. ها؟ تأتمروا بأمر الله. سنتوقف لفاصل موجز من الأخبار ثم نعود نكمل الجزء الأخير من هذا الحوار.
حياكم الله. ضيفي هو الموقوف خالد المولد. الآن سنشاهد معا الجزء الأخير من هذا الحوار. بينت لهم دين الله هذا الذي يوجد في المسجد النبوي منكرا، وسألت مشايخ وسألت طلبة علم كبار، ما خرجت من رأس من يوم اكتشفت مسألة القبر إني أنا أن أذهب وأخرج على الناس، لا، جلست حوالي 3 سنين وأنا أبحث في المسألة وأسأل العلماء، وذهبت إلى أمارة، لا كسرت ولا قتلت ولا كفرت. بس الآن ناوينا نية الشر. لا لا، مو نية الشر الحين، خلي الآن الأمن بعد ما خلاص، بعد ما قضى أمن، بعد ما قضيت كل الحجج وكل الطرق وكل الطريق السليم إلى أن أصل معكم وأنتم دولة وأنا كنت أقر بكم أن تأخذوا بيدي وأخذ بيدكم إلى الصلاح والخير، ونبتغي ما عند الله عز وجل من جنة ونعيم، ونهرب بأنفسنا وأبنائنا من النار والجحيم. قلت له نحن نريد النار، فلا تسحبني معك إلى النار. ما أنا ما راح أسحبك أبد. نعم، ما راح أسحبك إن شاء الله للنار أبد. طيب الآن 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 يا خالد، أنت عرفتنا سالفتك، وأنك أنت خلاص حنا كفار، وأنت لو طلعت تبي تقويم. وما هو السبب؟ عارفينه وتبي تقويم علينا. لا كذا، ما هو السبب؟ أنه حط ساكتين على قبر الرسول وصاحبه على المنكر. على المنكر. وسبب أنت تعتبره منكر أنت؟ لا منكر. إيه أنت رأي، إحنا ما نشوفه منكر، هذا هو المشكلة. لا هم يروا منكر. ماشي. أنا جلست 18 مجلسا في المناصحة، مناصحة محمد بن نايف، جلست 18 جلسة مناصحة، وقالوا نعم هذا الذي في المسجد هذا خالد المطرفي يقول ذلك. من هو خالد المطرفي؟ رئيس المناصحون. إيه اسمه خالد المطرفي؟ نعم. بس يعني واحد زميلي خالد المطرفي حسبه. لا لا، أنا ما عارف إنه بالمناصح. في المناصح هو هو الرئيس. إيه. جلست معه وقال بعظمة لسانه، قال إنه هذا الذي في المسجد منكر. طيب أنت الآن الآن السجناء شلون يتعاملون معك؟ عادي. كيف؟ معظمهم يؤمن بالكلام ذا؟ نعم، كلهم يقر، ما في احد كلمته. كل اللي بالسجن اللي بالسجن ما تشوف الناس انت بالسجن؟ نعم نعم. شنو يقولون؟ انا انفرادي، مسجون انفرادي. اي بس انت ما تشوفهم بالتشمس وبالتشمس؟ لا ما اراهم، يعني رايت منهم قبل ايام او ايش قبل قالوا شهر. ايش يقولون لك؟ إيه هذا كلام نعم مقرين فيه انه مقرين. خطا ومنكر. طيب. الا على فكره انت كيف عايش بالحالك بالسجن؟ يعني كيف تقضي وقتك؟ قراءه وعباده والى اخره. ايش تقرا؟ قلت لك أقرأ القرآن الكريم. غير القرآن الكريم، الأحاديث. عندك يعني العلم. عندك كتب؟ كتب. نعم. عندك كتب صحاح يعني؟ إيه كتب الصحاح، كل كتب الحديث عندي كلها. كلها. وتقرأ الشروحات يعني ولا؟ الشروحات. نعم. وتحفظ؟ بالشروحات. تحفظ أحاديث؟ أحفظ وهذا وأفهم. تقرأ شعر؟ وأقرأ أحيانا شعر. مثل لمن؟ ما والله ما أقدر أحدد لك من. بس تقرأ أبيات الشعر. نعم. وتحفظ؟ ما احفظ يعني، لكن اذا ناسبني احفظه وما ناسبني اتركه. كم ياخذ مشاهده التلفزيون منك؟ وقتي كله. بالله. نعم. اجل شلون تقرا؟ اقرا بالليل. بالليل التلفزيون اصلا شغله بالليل الاخبار. نعم. انا اقرا واسمع وادير الامر كله والحمد لله وانا في مكان. ايوه تتابع مباريات؟ لا ما تشوف مباريات ابدا مره ولا اي شيء. مع انك رياضي يعني. غير الاخبار. مع انك شكلك رياضي جسمك. نعم الحمد لله. تحب الرياضه؟ ما تحب الرياضة؟ لا لأجل أقوي صحتي، لأجل أبني صحتي. صح، يعني خمول 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 سيأثر يعني استعداد الجهاد اللي جاهدنا. نعم ولصحتي. يعني تبي تطلع وتندب فينا. نعم لصحتي. طيب الآن يا خالد، والله أنا أتمنى لكم الخير حقيقة، أنتم أهلي وربعي وأتمنى لكم الخير. إيه؟ أن تؤمنوا بالله عز وجل، ما هو عبط ولا حبا في الدم ولا حبا بالقتل، والله أنا رجل سفاح تظن، بل أنا أحب الخير. أنت حبيب، أنت رحوم. أنا أريد الخير للمسلمين. لا والله إني أحبك في الله أنا بعد. والله بس أنت بتذبحنا يا خالد. ما أذبحك بعلة، مو بدون علة يا رجل، اعتباطا بعلة وبين. طيب أنا بعلمك شيء الحين. أنت ما بين التحشيشة الأولى والتحشيشة الثانية كم سنة؟ المدة سنة. التحشيش حقتك هي بعشرين سنة؟ كيف؟ بديت تحشش وأنت عمرك 16. نعم. إلين صار عمرك 27. نعم. ورجعت من الجهاد. نعم. وحششت 10 سنين. قعدت 4 سنين ما حشش وبعدين عدت. إيه يعني يعني قعدت تحشش 16 سنة. نعم. ليش ما تعطينا 16 سنة مهلة زي ما أخذت مهلة أنت؟ 16 سنة مهلة؟ أيوه لو سمحت، أنا طالبك. أنت حششت 16 سنة. نعم.
وكنت مغيب ولا تدري لا عاد قبر ولا سبر ولا حولك احد. نعم. مرفع. نعم. حنا نبغى منك 16 سنه نراجع انفسنا تمهلنا على القبر. اي الامر واضح. اقول انت يعني ما سبحان الله غفور الرحيم هنا وشديد العقاب هنا. انا سجنت في هذا اليوم اعطوني فرصه. سجنت في المخدرات. إيه؟ وسجنت بقضاء وقضاء وانت تستاهلوا الان. اه واحده بواحده. نعم. مو لا مو واحده بواحده. انت اقمت علي الشرع. بس المخدرات استنوك كل سنين كم استنوك مسجل بالمخدرات؟ شهر وستة وست. شفت التدليع اللي انت فيه؟ شهر قاعد تحشي 16 سنه شهر. لو استطعت هذيك الايام علي ها جلدت ظهري بل قتلتني بل سجنتني بل فعلت كل ما تستطيع ان تفعله. أليس كذلك؟ لو استطعت حيا في تلك الأيام. لكن الله عز وجل حماني حتى هذا اليوم ليبين لكم فيه الحق. أنتم يا الدولة السعودية بعلمائها وبناسها. أنا حاتيك يا المولد وأنا أحسس رقبتي بس إن شاء الله ما في سكين هنا. خلي رقبتك أنا الله رقبتك هذه نسأل الله أن يهديك وتبقى عليك حتى تغادر روحك الجسد بكما يغادرها المؤمن. فهذا هو الخير والله العميم في الدنيا والآخرة. ونعم بالله. والله لا تغرنك الحياة الدنيا ولا يغرنك. أنا عقب هذه أبراجع أنا أشوف هيئة كبار العلماء حقين ذولا واضح أنهم ما يعرفون شنا. أنت اللي والله سنع أنت فاهم كيف؟ إيه ما أنا بقول لك لا عباد ولا شيخ عبد العزيز ولا الشيخ ولا أنا سألت العباد ولا أنا سألت العباد بنفسي. ما حد قال لي. أنا سألته على مسألة القتل. أنت أعلم مني. سنع أنت. طيب بسمر بس الآن أنت الآن قبل بس ما يخلص حواري معك. نعم. أنت ما حد يزورك من أهلك؟ لا. مالك أهل؟ إلا لك إخوان. نعم. وينهم؟ في المدينة وفي جدة في الرياض. ورا ما يزورونك؟ أنا مانع الزيارة. أنت؟ إي مانع الزيارة؟ نعم. ليه ما تشوفهم يا أخي؟ كفار؟ نعم. آه عشان كفار صح. نعم. طيب طيب والناس اللي معاك ذولا في السجن اللي يخدمونك ويجيبوا لك أكل مو كفار؟ نعم. وش تسوي بهم ذولا؟ تقبل منهم أكل كفار ولا عادي أكل كفار ما عندك مشكلة؟ تاكل هذا ضرورة. ضرورة إي. نعم هاي ضرورة أنا مسجون. ايوه لو كنت انا مسجون ما بس لو اي بس لو سافرت ما تروح تاكل ما يجوز اكل اهل الكتاب ذبح اهل الكتاب ومن باب اولى اكلهم. نعم اهل الكتاب اما الان النصارى واليهود ليسوا بكفار. آه. ملحدين. ملحدين اهل خرجوا من اهل الكتاب. اهل الكتاب من ملتهم وشريعتهم التي هم يقرون فيها كانوا. الان خرجوا صاروا ملحدين. الحل والسجن على طاري الاكل كيف الاكل في السجن زين؟ أكل عادي. أنا ما يعني أنا الرجل ما أهتم في هذه المسألة. إي بس أنت إذا طلبت شيء يعطوك إياه؟ أنا ما أطلب ولا أهتم في مسألة الطعام والشراب. كيف يتعاملون معك؟ يضربونك يعذبونك؟ لا. تكي؟ نعم. ولا تعذيب ولا ضرب؟ ولا تعذيب ولا ضرب. أيوه. تطلع يعني تطلع من الزنزانة وتروح تتشمس وتسوي شيء؟ لا. ليه؟ هم يكلموني وأنا ما أكلم. أنا ما أطلب منهم شيء. وهم يأتوني وأنا ما أتيهم. أيوه. أنت بس أنت عساس بس الناس يسمعون انت الان ما عندك مشكله ما هو يعني وضعهم معك كويس اكلهم وشربهم وتعاملهم. نعم. صح صح. وتحاول تنصحهم العسكر ذولا. اي نعم اذا صارت فرصه انصح وابين. لا سلموا عليك الضباط والعسكر تسلم عليهم. سلم. كفار ذولا. اسلم لعلي استحطفهم واستجرر عواطفهم من اجل ابين لهم الحق. طيب أنت هو رجل يظن بنفسه انه مسلم. زي الله عز وجل زي انا اعتقد اني مسلم. قل هل انبئكم بالاخسرين كبار العلماء المملكه العربيه السعوديه كنا نعتقد كنا قبل ما نشوفك انا والله اننا مسلمين. والله ما دريت. الله عز وجل يقول في سوره الكهف قل هل انبئكم بالاخسرين اعمال الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اثرنا احنا هم هذه الايه تقصدنا. نعم. طيب انت قبل ما يخلص الحوار ذا الجميل معك وش تبي تقول؟ تبي تقول شيء؟ انتبه لهذا الكلام جيدا. وهذا الذي في القبر في القبور او الثلاثه القبور في المسجد النبوي هذا منكر وعدوانا وقبر صاحبيه وصاحبيه منكر وعدوانا قبور. نعم. والمسجد وان هذا وتبي تشرح للناس. انت شوف انت الناس اللي ما يعرفون ذا القصه اللي برا ما يدرون التاريخيا وشلون تمت القصه دي. انت ما اعطيتنا فرصه نبينها. تفضل يلا ووضح لهم للناس. والمسجد الحرام. اي وش فيه الحرام؟ المسجد الحرام فيه بنوك او مصارف ربويه وهذا انتهاك للبلد الحرام. لا للبلد الحرام. وهذا الحاد في الحرم وهذا كله ما يجوز. طيب غير هذه الرساله ايش تبي تقول للشعب؟
للشعب الكافر، للشعب الى الامه الاسلاميه. ما في اسامه اسلاميه، كلهم يجون يصلون عندنا بالمسجد مع الكفار العالم، ما عاد بقى احد. لا لا لحظه، الى الامه الاسلاميه، الناس اللي مسلميه هذي اللي تقول عليهم يجون عندنا ويروحون ويصلون بالمسجد النبوي، اهل مصر كلهم واهل ماليزيا واهل اندونيسيا واهل باكستان كلهم يجون عندنا. يعني انت الشعوب دي كلها راحت فيها. هؤلاء الذين ذكرت انت من هذه الشعوب وغيرها عربا وعجما لابد ان يلحظوا وينتبهوا انه هذه المسجد النبوي ليس خاصا ولا حكرا على دولة ولا على ما قلنا احنا ولا على احد، هذا من كل للمسلمين. هذا صحيح، اقول لك انهم هم يجون عندنا يا خالد الولد الله يحفظك، هم ذول اهل مصر كلهم يجون ويشوفون ولا انكروا علينا وراك. لابد ان ينتبهوا كفارهم بعد، المصريين كفرتهم. نعم، لابد أن ينتبهوا لهذه مسألة القبور في المسجد النبوي. صح، لابد أن ينتبهوا، وأن هذا منكر، ولابد من إنكار المنكر. والدليل قول الله عز وجل في سورة المائدة: لعن الذي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما كانوا بذلك بما كانوا يعتدون. أنا الوقت خلص عندي. نعم. بس أنا أبغى الآية إلى آخرها. أنا أبغى أشكرك على سعة صدرك. نعم. تعال يا ولد شيل الميكروفون ده، خلينا نطيعه كذا. ها؟ وأنا أبغى أستودعك الله. نعم. ما تبي تسلم عليه مصافح يمكن؟ لا. كافر أنا يعني. ما يكفي هذا، ما الكفار ما تسلم عليهم كذا؟ لا ما في مشكلة، لكن يعني بس ما هو سلام. طيب أنا أشكرك جدا. نعم. وأشكر سعة صدرك. نعم. وصراحه انت يعني تحملتني، فلا تزعل مني. لا انت لا تزعل مني. لا انا ما زعلت منك، انا والله مبسوط فيك يا اخي. يا استاذ داود، والله الامر دنيا جنه ونار. صح، والله الامر جنه ونار، ما تدري متى تغادر الحياه ليلا او نهار، ولا تغرنك الدنيا ولا يغرنك بالله الغرور. طيب ابشو، ابراجع نفسي والله خيرا. جزاك الله خير يا اخي، ما قصرت.